بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نشرح شلون ممكن اني انا اشارك باوربوينت عندي مع الطلاب. فانا اذا بدي اشرح اتكلم في الشرح وفي باوربوينت سلايدز يمشي معي. راح اختار المقرر اللي انا راح اشرح عليه او في هذه المادة العلمية. راح نضغط على الميت ناو. نفس الطريقة، عنوان مقدمة مثلا، عنوان المحاضرة راح يكون مقدمة في التعلم الإلكتروني، ثم أضغط Meet Now. أنا راح أغير الخلفية أول شيء نفس ما تدربنا عليها بالفيديو اللي قبله. راح اختار خلفية من هذه الخلفيات وبعدها اطق apply and turn on الفيديو. الان شغلنا هذه الخلفية اللي موجودة عندي. الحين راح نتدرب شلون اشارك الباوربوينت او مرات حتى الوايت بورد، احنا سوينا فيديو عنها، لكن خلينا نشوف الباوربوينت شلون اشاركه مع الطلاب. راح اضغط شير وأنا فاتح الباوربوينت أصلاً مبطله. راح أشوف الباوربوينت وينه، هذا هو الباوربوينت. نزلت تحت وراني شو الأشياء المفتوحة، فهذا هو الباوربوينت. أضغط عليه، الآن الباوربوينت شغال فأقدر أعرضه. وأشرح عليه. لو أبي أشغل الفيديو أخلي الفيديو يشتغل من الزر هذا، تمام. وبكذي راح أقدر إني أشرح، أحرك الباوربوينت عادي بحيث إني أضغط يتغير الباوربوينت معي. فالفكرة جدا سهلة وجدا بسيطة خطواتها. وإذا خلصت خلاص عندي هذه Stop Sharing، أضغطها راح يسكر عندي الباوربوينت. فهذه الطريقة اللي هي شلون ممكن أشارك الباوربوينت أو حتى أي برنامج ثاني، يعني حتى لو عندي برنامج كهوت أو موقع معين أبدش عليه أو صورة أبي أعرضها، كلها تكون عن طريق الشير. شكرا لكم، يعطيكم العافية.